حاليا هذه المغامرة أنا بسويها، بأروح أشوف المكان اللي انفقد فيه حسين الفضالة. الحلقة راح تعرف شلون اختفى المواطن الكويتي حسين الفضالة من 2008 إلى يومنا هذا، ما له أي أثر، وقالوا حق أهله إذا تبون أي معلومة عنه عطونا 28,000 دينار كويتي، معلومات لم تذكر من قبل. بعد بحث عميق أقدمك هذه الحلقة، يلا نبدأ. والله لو كان اللي مسكني أمريكي كان قامت الدنيا وما قعدت، بس مسكين الفضالة اكتبه من 2008 وقبله وايد. حاول اني اشوف الحدود الاقليمية بالضبط، هذا البيسك مالي الرحلة الغريبة هذه. Let's go. تمام، اللي وراي الحين هذه جزيرة جارو. تمام، الحين نروح عند ام المرادم. الحين توه محرك الطراد، كنا يكون اختفاء فيها. وايد مؤلم لما أنا أروح أبحث عن إنسان كويتي مفقود، رغم تحركات الكثير من الجهات الأمنية من 2008 إلى يومنا هذا اختفى. مشاكل الحدود الأقليمية البحرية أمر جدا مزعج، وعبد الحميد الشاهين أقرب مثال، اللي انفقد بالبحر سنة 93. لكن اليوم بسوي زوم إن على حسين الفضالة. السلام عليكم، يعطيك العافية. قبل ما بلش الحلقة هذه من نضيف المواقع التواصل الاجتماعي باليوتيوب مالي كاميرا. تمام، اللي متابعني من زمان يدري انا ايش كذا رحب المواضيع الغامضة اللي ما لها تفسير منطقي الى يومنا هذا، ويتطلب مني اعيد قراءته كتحليل، مثل الاسرى والمفقودين الكويتيين. والغريب ان في وايد كويتيين مفقودين وما حد يدري عنهم، ومع الوقت الاعلام قاعد يخفيهم. اي ممكن تسالني الحين تقول حسين شلون مفقودين والاعلام ما يدري عنهم؟ انا اقول لك، اثناء قراءتي لقيت ان في عدد من الكويتيين مفقودين، بس مو من اثر غزو او كانوا أسرى أو نراحة وما ردوا، لا كانوا مفقودين بالبحر. استغربت، قلت أكيد غرقوا وصار لهم حادث، يعني هذه الأشياء واردة. لكن لما سويت سيرتش أكثر شفت أن الموضوع وايد أكبر من كلمة مفقود عادي. ولما أقول لك الموضوع وايد أكبر، معناته أن في دول معادية لدولة الكويت أخفت هذول المواطنين. أي تصرف خاطئ من أي بحار أو حداق داخل البحر إنه يعدي الخطوط الأقليمية البحرية تحديدا يختفي ويكون مفقود. والأغرب من هذا أن في كويتيين من الثمانينات التسعينات لليوم مو موجودين، لليوم مفقودين، مثل عبد الحميد يوسف الشاهين اللي يقال انه محتجز بايران من سنه 1993 وتحديدا 13 نوفمبر حتى يومنا هذا، غير الاشخاص اللي عدوا الخطوط الاقليميه بالخطا وتم حجزهم. طيب قاعد تفكر ليش علاقه ايران والكويت بهذه الطريقه؟ ليش ايران قاعد تحتجز المواطنين الكويتيين؟ فعشان تعرف اي موضوع لازم تعرف تاريخه. تاريخيا علاقه الكويت وايران تبلش من سنه 1962 لما افتتحت اول سفاره الكويت، وكان سفيرها محمد حاجب دولو اللي قدم اوراقها للشيخ عسى الله يرحمه عبد الله السالم. كانت العلاقه جدا ممتازه بين الكويت وايران منذ البدايات، فيها تبادل فكري وثقافي جيد، يعني نقدر نقول ان العلاقه بدايتها كانت وديه الى سنه 1973. بهذه السنه تحديدا راح اعطيكم معلومه سريعه، اغلب المشاكل والحروب اللي تصير بالعالم تصير بسبب الحدود البريه لاي دول. وسنه 1973 لما حاولت العراقيين هالطالب باجزاء من الكويت، الرد الايراني كان من رئيس مجلس الوزراء الايراني انه ما يقبل باي تغيير بالغالب السياسي، قال احنا ما ننظر باي تغيير سياسي، واذا صار اي هجوم ايران راح تدافع عن الكويت. ونستذكر بهذه ان حتى المواطنين النساء والرجال طلعوا بمظاهرات ضد التصريحات العراقيه على الكويت انذاك. المراد من هذا كله واللي ابي اوصل لكم ان الكويت وايران ما تربطها اي حدود بريه، بس تربطها حدود بحريه، وحطوا تحت هذه 1000 خط. شنو يعني حدود بحرية؟ يعني تقدر ان انت تسافر من الكويت لإيران عن طريق طراد او عبارة، وهذا الشيء لجانبين سلبي وايجابي. الايجابي كلنا نعرفه، اما السلبي كان للسبب في فقدان حلقات وصل مفقودة للكثير من المواطنين واختفائهم، وحتى العمال اللي كانوا معاهم اختفوا. مع مرور الوقت سياسات الدولة تغير، وسنة 1979 تغيرت سياسة ايران بشكل كامل بعد ما اسقط الشاه وصارت جمهورية اسلامية بشكل مطلق. في العالم الإمام الخميني لأول مرة في أواخر عام 1978، لم يعد الإمام الخميني إلى إيران ليتقاسم السلطة مع الملك، بل طرد الملك وأعلن في خطابه أن السلطة من حق الفقيه الجامع للشرائط، ليصبح بذلك
الولي الفقيه الأول. وين حكم الخميني والدولة كلها انقلبت؟ بعد 5 شهور بسيطة صارت مناوشات بين إيران والعراق إلى الحرب اللي أدت بالثمانينات اللي تعد أطول حرب دموية في القرن العشرين، تمت بين إيران والعراق 8 سنوات، وبسرعة مرت 8 سنوات وانقلب الحال على المحال. صدام غزا الكويت، كان موقف إيران بوقتها سنة 1990 مع الكويت ضد العراق، لأنهم توهم طالعين من حرب دموية، فمن الطبيعي أن يصفون مع الكويت. أثبت بكلامي لما زار المرحوم الوزير عبد الحميد العوضي إيران سنة 1991 وأثبت هذا الشيء. أتوقع أني أعطيتك تمهيد وافي وبسيط عن الوضع السياسي الكويتي الإيراني. حلو حلو. والحين بسافر معك 17 سنة عبر الزمن، وبنوقف عند سنة 2007. هذه الفترة كانت إيران وايد علاقتها متوترة مع الكويت بشكل ملحوظ، سواء من مظاهرات أو اعتداءات على دبلوماسيين كويتيين. فنشوف أنه 19 يونيو 2007 تم الضرب والاعتداء على الدبلوماسي الكويتي محمد الزعبي وهو خارج السفارة في طهران، تكلمت عنه بحلقة تفصيلية تقدر ترجع لعقب. وبتاريخ 27 يوليو 2007 صارت في مظاهرة للتعبير عن بعض التيارات الإسلامية أمام السفارة الكويتية في طهران. بمعنى أو بآخر كان في شد وجذب إعلامي واضح، ما هي تلميحات أو تصريحات، لا، صرح وزير الخارجية محمد صباح السالم على ذاك، قال إنه هو مو راضي اللي قاعد يصير بإيران، وفي تدخل دبلوماسي مبني على اتفاقية فيينا بالستينات إلى آخره من هذه المعلومات اللي ذكرت بالصحف، ولكن إيران دائما تنفي. كان الوضع والجو العام بحالة قلق وفقدان للسيطرة الدبلوماسية. وهني نوقف دقيقة على الناس اللي كانوا يطلعون حداق بالبحر بال 2007. في ناس تعدوا الحدود الإقليمية رغم إن عندهم تصاريح، ولكن تم احتجازهم بس لأن الرادار الكويتي صادهم، رجعوهم بعد التحقيق معاهم في إيران إلى الكويت. بس في ناس راحوا وما ردوا، يدخلوا بالغلط واختفوا. السنة 2008 شهر يوليو يوم 7 اختفى حسين الفضالة لأول مرة. اسمع التفاصيل. اسمه الكامل حسين عبد الله حسين الفضالة، من مواليد 1953 وتحديدا 21/8، النطاق الأسري، متزوج وعنده ولدين محمد طارق وثلاث بنات. درج في مراحل دراسية إلى أن توظف في وزارة الإعلام، وكانت وظيفته تحديدا مهندس صوت حتى التقاعد، وكذلك بنفس الوقت كان عضو مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية اللي عندنا بالكويت. بعد التفرغ التام كان يفضل البحر على أي شيء ثاني، إنسان يحب الحدائق وصيد السمك. الشيء كان من صغره أنه زار وايد دول أفريقية عن طريق البحر، وغير أنه كان يشارك بالغوص والمشاركات الدولية والمحلية، لدرجة أن هذا الشيء خلاه يتعلق بالبحر 40 سنة. بمعنى آخر أنه يدل بالبحر أكثر مما يدل سكنه بالكويت، يعني فاهم بالبحر بشكل دقيق جدا، وكل اللي بخفر السواحل والرادارات يعرفونه من كثر ما كان يقضي وقت جدا كبير بالبحر، تحديدا النقطة الأمنية اللي في جزيرة قارو عندنا بالكويت. كان هو وايد يروح لها وعنده أكثر من 6 طراري. بعض الطراري إلى يومنا هذا راسية للحين موجودة بالخيران، واللي كانوا معاه 2 عمال من الجنسية الهندية ويشتغلون عنده من 15 سنة، يعني إذا بنحسبها من سنة 94 ليوم اختفاء. علمنا اليوم الكل مفقود، لا حسين الفضالة ولا العمال اللي كانوا معاه، ما لهم أي أثر. تفاصيل يوم الاختفاء: حسين الفضالة كان يفضل إنه يطلع بعكس التوقيت، يعني يطلع من المغرب ما يرد من البحر إلا 6 الصبح. حكم حرارة الجو، لأنه كان يطلع بعز الصيف شهر 7 و8، والكل متعود على السيستم، يعني سيستم الوالد، هذا الكل يدري عنه أنه أبوه يدخل البحر من الوقت هذا للوقت هذا، بعدها يرد من البحر، فالكل متعود من عياله. وفي 7/7/2008 قبل لا يطلع رحلته المعتادة، كان ولد محمد قاعد يكلمه يطمن عليه، هاي يبغى شو الأخبار، متى بتمشي البحر، الهنود شلونهم والأمور إلى آخره، يعني مكالمة اطمئنان لا أكثر. طيب هذه الرحلة الأخيرة شنو كان هدفها؟ كان هدفها إنه يروح يعطي حق الهنود أكل وغراض، جيك على القراقير اللي هو كان حاطهم بالبحر، وكان عددهم 300 قرقور. قرقور حق اللي ما يعرفه هو مثل الشبك اللي يصيدون فيه سمك، راح تصوت لكم حق اللي ما يعرفه. عموما بس راح، مرت ساعة، مرت ساعتين، 7:30، صارت 9:08، ما رجع البيت. ني أهل على طول بلغوا خفر السواحل، بلش الموضوع يتصاعد بين الكويت والدول المجاورة المحيطة من الخليج العربي مثل العراق وإيران وغيره، وكل دولة تصرح تقول إنه ما عندنا وما في بهالاسم شخص دخل عندنا بالغلط عشان نرد لكم. وكانوا المسؤولين يصرحون بالجرائد والصحف مثل صرح، قال، ذكر، نفى، يعني كلام نوعا ما في الزبدة، بس في مثل ما نقول مسكن للموضوع. وهالشيء خلى أهل حسين الفضالة المفقود يروحون يدورون طرق غير رسمية عشان يلقون أي معلومة، حتى أن عبد الله الفضالة اللي هو والد حسين الفضالة ذكر أنه كان في ضعف بالأجهزة الأمنية من ناحية البحث والتحري. المهم مرة من المرات كان حسين الفضالة قاعد يقول حق أخوه عادل، يقول أنا مرة غلط دخل
دخلت الحدود الإيرانية والوضع كان مرعب، يعني طلعت على طول وقلت ماني داش مرة ثانية. منه هو كان عنده تصريح إنه يدخل بين الدول كأقليم بحري ويحدق مثلا السعودية وإيران إلى آخره، في تصريح حق هذا الشيء. فحتى من قبل كان يسمع سوالف الحداقة إنه في قراصنة إيرانيين وما أعرف إيش، فقال أنا ما راح أدش إيران حتى لو بالغلط مرة ثانية ماني داش. مرت الأيام الأولى وكان وزير الخارجية محمد صباح السالم وكيل وزارة الخارجية الجارل، تصريحاتهم كانت دون جدوى، يعني ما كان لها تأثير فعلي، لأن إيران تذكر كذا مرة أن هذا الإنسان مو عندنا. بس لحظة، بعد أسبوعين من اختفاء حسين الفضالة اتصل شخص على والد حسين الفضالة وقال له شوف أنا عارف مكان ولدك بس تعطيني 28 ألف دينار كويتي. قال له أثبت لي أن أنت تعرف مكانه وأنا أعطيك المبلغ ما عندي مشكلة. قال له ولدك موجود في ميناء أمام الخميني بإيران، وإذا تبي معلومات أكثر عطني المبلغ. لدرجة أنه كان والده فعلا يبي يحول حق الشخص هذا عشان يلقى يشوف أي معلومة، لكن ولده عادل قال له لا خلني أنا أشوف الموضوع بطريقتي انظر. هني عادل الفضالة راح حق شخص اسمه ياسر المهري، شقيق محمد المهري، المرجع الشيعي بالكويت اللي توفى سنة 2015. عموما ياسر قال ان ترى الفضالة لقوه هناك وانا من خلال علاقاتي عرفت كذا انسان يعرف وين مكانه كمعلومات اولية، واثبتوا لي ان حسين الفضالة موجود حي، لكن بعد اسابيع نفى وغير كلامه على طول. كل ماله والموضوع يزيد تعقيد أكثر، كل ماله والموضوع يزيد تعقيد أكثر. مواقع الفساد ويتكلم عن قضية معينة. تبي أتكلم السعدان بس بعد ممكن. زاد الله. الحين يعني هذه الاستجابة من الناس لهذه الدعوة الكريمة الأخ صالح يجب أن توجه توجيه صحيح. الدعوة أن هؤلاء الناس ما جاءوا لقضايا محددة. صحيح. جاءوا بسبب يعني استمرار الفساد. عشان ما ندش بتفاصيل طويلة، ب 2009 تحديدا 7 يوليو مرت سنة على ذكرى اختفاء حسين الفضالة، النواب الكويتيين لجأوا إلى ساحة الإرادة بالكويت وبينوا استياءهم في هذا الموضوع تحديدا. وكانت انطلاقة هذه الفكرة من اعتصام من المدونات الكويتية ب 2007 و 2008 و 2009 اللي يتذكر، كانت المدونات الإلكترونية هي الترند ومكسرة الدنيا، وكل شخص ممكن يبين رأيه بهذه المدونة. اطلعوا النواب وتكلموا مسلم البراك، السعدون، مزوق الغان وغيره من اللي حضروا، وكلها مطالبات مكررة نوعا ما، لكن في سطر شدني. قريت ان النائب وليد الطبطبائي حضر الاعتصام هذا لمدة اقل من 14 دقيقة وما القى كلمة ومشى عكس باقي النواب اللي قعدوا، ما ادري بس شيء غريب انا اشوفه. وهذا الاعتصام طلع ولده محمد وتكلم امه وقلبه محروق بشكل فعلي، ويقول ان والدي كان رايح منطقة الرياض وقبلها كان رايح خوري قال خور الخيرات، واخر رد للغداء الكويتي اللي صاد احداثياته كانت الساعة 6 المغرب، يعني من لحظة وصوله فقط واختفى. تمام، هني بلشت انا ابحث وحلل طريقتي انا. الطراد اللي كان قاعد يسوق حسين الفضالة كان جديد موديل السنة 31 قدم ماكينتين. حسب ما بحثت ان هذا الطراد يوصلك تقريبا 300 كيلو قطوع بالبحر. وبعدها رحت شفت المسافة بين جزيرة قارول اللي هو رايح لها اساسا عشان تشيك على القراقير الى ميناء امام خميني، وكانت المسافة 183 كيلو، يعني يقدر يروح ويرد، يعني وارد ومحتمل انه هو يكون هناك. تواصلوا هني اسرة حسين الفضالة مع عبد المحسن البابطين وقال لهم انا عندي علاقات كثيرة بإيران ممكن أن طلع لنا أي معلومة، بس كل الأقاويل اللي نعرفها ونملكها وقدرنا نحصل عليها نأهو بميناء أمام خميني. بس مشكلة إيران بشكل بسيط هي دولة داخل دولة، بمعنى أن مجلس الشورى يقاد من أحد، المجلس الثوري ما أعرف إيش، الحرس ما أعرف إيش، فما عندك واحد صارم يحرك الفئات كلها، يعني متقسمة كأحزاب. أن طلعوا وفد من دوانية الصيادين الكويتية وراحوا ذيك الفترة يدورون بإيران وما كان في أي نتيجة. واللي بحث بهذا الموضوع واحد قال من عيال خورشيد لكن ما اعرف اسمه، اللي اعرف اسمه خليك تبه تحت. وهني قررت اني انا اروح مكانه.
واشوف هالشيء بعيني من مكان اختفائه. كانت مخاطره نوعا ما، بس الحمد لله عدت على خير. شوف البلوك كويتي مفقود حتى الان في ايران وهو بفضاله، الله يعقل الهلا، واتمنى ان شاء الله انه يكون احد ثمرات هذه الزياره سمو الامير ان يكون هناك. بالبدايه اجتمعت مع الفريق ووضحت لهم كل النقاط الاساسيه اللي انا رسمتها على الخريطه، وللامانه الكل كان متخوف. وضحوا لي ان بهذه الحلقه اي غلطه ممكن تضيعنا كلنا، لان اذا دخلنا المياه الاقليميه الايرانيه احتمال كبير يكون حالنا نفس حال الفضاله، لكن انا من طبيعي وايد عنيد. الحدود الاقليميه احس انه ممكن توصلني حق نتيجه، او حتى لو تحليل شخصي. وهو قريب من جزيرة قاوة عندنا بالكويت، سو يلا خلينا نروح نشوف شو يصير. الله يستر. شلون ننزل الحين؟ خاف اطيح. خطوة على الخشب، تو محرك الطراد، بس قال لي شغلة مهمة، قال لي ان الحدود الاقليمية الايرانية تبين عن طريق جزيرتين مو جزيرة واحدة. طلعنا طرادين وطيرنا الدرون وحاولت اني اصور على قد ما اقدر، لكن بالنهاية يمينك يسارك بحر، فالمنظر نفسه ما راح يتغير. لكن وصلت للاحداثية اللي كانوا كاتبينها بالجريدة. شيء ثاني، انا ليش كنت بروح قارو اساسا؟ قالوا انه هو كان يحط هناك قراقير، يعني مثل شبك يصيد فيه سمك، كان يشيك عليهم بين فتره وفتره، فاخر مكان راح له هناك. فالفكره ان انا اروح اشوف الجزيرتين، احاول اني اشوف الحدود الاقليميه بالضبط. حل الغريبه هذه، ليتس جو. وايد حر، وايد حر. شهر 8 قاعد اصور يا جماعه. عندي سؤال، وين يحطون القراقير شو اسمه الحداقه؟ اي الحين على طول هذه جزيره قارو وفيها النقطه الامنيه فقط، يعني هي جزيره فاضيه، لكن الحداقه حول الجزيره هذه يحطون القراقير اللي هم يصيدون فيها السمك. تمام، الحين نروح عند ام المرادم. يلا بس خلنا نمسك عدل عشان لا نموت. المايك في تمام. الحين وصلنا احنا ام المرادم، واللي وراي هذا يعتبر منفذ بحري حق كل الناس اللي مسافرين خارج الكويت واللي داشين يبين سمك ربيان، سواء من ايران او السعوديه او غيره، يدخلون من هني يسوون جوازاتهم ويكملون ويدشون الكويت، او العكس اذا انت جاي من الكويت تبي تروح ايران او السعوديه. حسب ما ذكر لي انه 10 كيلو من هني تدش السعوديه على طول. إيران بالاتجاه المعاكس اللي يكون ورا. جو هذه هي المنطقة ال حسب ما تم ذكرها إنه ممكن يكون اختفاء فيها. أنا حبيت إن أنا أوصل لهذه النقطة، والهدف من ذلك إني أنا أشوف الشيء هذا بعيني فقط لا غير. وهي صار شيء وايد خطير حتى إني ما قدرت أصوره أو إني أطلع جزء منه، وهو النداء اللي كان من خلال الجهاز اللاسلكي داخل الطراد. وندش المياه الأقليمية، وبعد ما رجعنا الكويت مرة ثانية، ما أدري إذا كتب لنا عمر جديد ولا لا، بس اللي أعرفه إن أنا أول باحث كويتي يتكلم عن هذا الموضوع في منبر إعلامي. خلونا نرد الاستديو. تمام، الحين وصلنا للختام. حسين، ليش سويت هذه الحلقة وليش بحثت عنها بالذات؟ أول شيء لأني قريت تصريح الوكيل الخارجي الإيراني، أنا ذاك قال لما سألوه عن حسين الفضالة قال إحنا ما عندنا معلومات ونعتبر هذا شيء عادي يصير بأي بلد، وهذا شيء استفزني. هذا مو شيء عادي إنه واحد ينفقد وكل الإشارات تدل إنه موجود بإيران، حتى كتصريح رسمي مباشر ما كان فيه. واللي استفزني أكثر إنه حتى لما رحت أدور عنه معلومات بالإنترنت ما لقيت، يعني هو شبه اندثر إعلاميا. فرحت وبحثت وسألت، طلعت مراجع وأوراق وتفاصيل كثيرة لتخليد ذكرى. إذا كان الفضالة حي إلى يومنا هذا معناته أنه عمره 69 سنة، سالله يهون على قلوب عياله وأهله. وعلما أنه ب 2009 صادوا حداق قال فهد العازمي من قبل القوات البحرية في إيران، لكن رجعوا عقب. إذا تبون أقول لكم قصته اكتبوا لي بالكومنت. يعطيك العافية، أنا أخوك حسين الفيتشا. إذا تحب تتابعني مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام وسناب شات، وباليوتيوب ما عليك أمر كنوع من الدعم. كل حرف أنا قلته من مراجع ومصادر وأدلة وبراهين راح أحط لك اللينك تحت، وأي موضوع تحبني أتكلم عنه اكتب لي تحت وخلي باجي عليه. فما الله.